بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نحب في الأول إن احنا نحيي هذا العدد الكبير من الآباء الأسقفة اللي جم حضروا هذا الاجتماع. I wish to welcome also two bishops from Germany. أحب أن أحيي أيضاً اثنين أسقفة من ألمانيا، واحد أسقف مدينة مانشستر والثاني أسقف مدينة. معهم راهب بقاله 50 سنة. من جهة سفري أنا بتعود دايماً إن أنا أسافر بعد محاضرة يوم الأربع وآجي على محاضرة يوم الأربع. فإن شاء الله أسافر باكر صباحاً محمولاً على صلواتكم وأرجع يوم الأربع 23، يعني رحلة أقل من 3 أسابيع أغيب فيها 42 بس، وتوحشونا كده. نجاوب بعض أسئلة بسيطة. واحد بيقول إذا فعل إنسان خطية، الصوت عالي أوي هنا، يا ريت يوطي الامبليفاير شوية. إذا فعل إنسان خطية فهل يمكن أن يكفر عنها بحسنة من الحسنات أو عمل رحمة؟ أولا السؤال غلط، لأن لا يستطيع إنسان أن يكفر عن خطاياه. التكفير هو بدم المسيح فقط، التكفير هو بدم المسيح فقط. أما كونه يعمل حسنة من الحسنات دي لا يمنع أن خطية واحدة ممكن تضيعه، خطية واحدة ممكن تضيعه. فأحسن حاجة إذا وقع إنسان في خطية إنه ينتصر حيث وقع، ينتصر إيه؟ حيث وقع. مش واحد مثلا وقع في المخدرات ويقول أدي إحسان لفقير، لا، لازم ينتصر في المخدرات. واحد وقع في الزنا ما يقولش أصوم يومين، لازم ينتصر في الزنا. لماذا ورد في السمكسار طبعة 78 وإجابات أسئلة بمسابقة الكرازة إن آخر موقع في الجنوب زارته العائلة المقدسة هو الدير المحرق، مع العلم إننا جميعا نعرف إن آخر موقع في الجنوب هو دير العذراء بجبل أسيوط؟ دير العذراء في جبل أسيوط ده مكان حديث، دير المحرق هو المكان القديم. آخر مكان زارته العائلة المقدسة هو المكان بتاع دير المحرق. طبعا ساعتها ما كانش فيه أديرة، لكن المكان هو آخر مكان دير المحرق. وعندنا هنا أسقف دير المحرق
احنا بنقول الكلام ده مش مجامله ليه، ده احنا كتبناه في الكرازه كجزء من التاريخ. واحد بيقول قرأت عن ظهورات الله في العهد القديم، فمثلا ظهر الله لموسى النبي في العليقة، وظهر لمنوح وامرأته وليشوع الآخر، فهل الذي ظهر لهؤلاء الأنبياء في العهد القديم هو الله الآب أم الله الإبن؟ الذي ظهر هو الله الإبن، لأن الله الآب كما ورد في يوحنا 1:18 الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، فالآب لم يره أحد قط. الذي ظهر لكل هؤلاء هو أقلوم الابن. كيف أحيا بالروح وكيف أكون حار بالروح؟ تحيا بالروح يعني لا تحيا بالجسد، تحيا حسب الروح. الكتاب بيقول في رومية 8:1 لا دينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فلكي تحيا بالروح يلزمك أمران. الأمر الأول يكون الجسد خاضع للروح، والأمر الثاني تكون روحك البشرية خاضعة لروح الله. حارين بالروح، أنا إن شاء الله في متابعة المقالات اللي بنشرها عن رومية 12 هبقى أكتب لكم مقالة عن حارين في الروح. سؤال: هل كان للآباء الرسل والتلاميذ آباء اعتراف؟ لا. الآباء الرسل وخلفائهم هم الذين قال لهم المسيح لا تدعوا لكم أبا على الأرض، فهم آباء للكنائس وليس لهم أب على الأرض. يعني عبارة لا تدعو لكم أبا على الأرض مش معناها لبقية الناس العاديين، لا، دي للرسل وخلفائهم من رؤساء الكنائس. واحد بيقول في إحدى الإبارشيات هل اسمها ممنوعين من الزواج لأي شخص خارج محافظة المنوفية؟ أسف. بسبب أن هناك كما يقال مجمع يقر أن البنت تخطب في كنيستها. البنت تتخطب في أي حتة على الأرض. يعني افرض جالها عريس من المهجر، نقول له لازم تتجوز في أبرشيته. الزواج ده في أي مكان الواحد يحب يتجوز يتجوز، وأي فتاة تروق له في الأرض كلها إن كانت كويسة وبتاعت ربنا يتجوز. بيقولوا بالتالي إذا كان العريس من القاهرة Thank you.
هم يصح بيتكلموا على شهادة خلو الموانع. يعني لو واحد من بلد غريبة مش عارفين عنده موانع للزواج ولا لا، يعني سبق له الزواج ولا لا، اتطلق قبل كده ولا لا، لكن إذا جاب شهادة خلو موانع يتجوز في أي حد. واحد بيقول نحن من أبناء الصعيد نود أن نقول لماذا تحرم منطقة الصعيد من زياراتك بالرغم من أن قداستكم بتزور بلاد بلاد اللي بتوع الصعيد بالبلدياتنا. وأنا صعيدي ابن صعيدي ابن صعيدي. وعايز أقول لكم معلومة مهمة في الجغرافيا، إن نهر النيل صعيدي. لا هو الشحاب لا. شوفوا منابع النيل أتت من الجنوب. أتت منين؟ من الجنوب، من عند جبال الحبشة ومن عند بحيرة فيكتوريا ميانزا وغيره. ففضلت المية تنزل من الجنوب وتنحدر حتى وصلت إلى أن صبت في البحر الأبيض المتوسط. ففيما المياه بتمر تركت الطمل يمينا وشمالا، فتكونت مساكن وبلاد ومزارع إبلي في الجنوب قبل ما توصل لبحر. ده كلام في الجغرافيا ملهوش دعوة بالتعصب أو الانتماء لأي حاجة. وبالتالي أيضا تكونت حضارات في الجنوب قبل أن تتكون مساكن في وكب بحر. وبعدين النيل بالطمي بتاعه بدأ يصب في مكان الدلتا الحالي اللي هو كان خليج في البحر الأبيض المتوسط، فأمكن أن بعض الأماكن اللي هو ترك فيها الطمي الطينة تتحول إلى أراضي زراعية، وبقيت باقي المناطق بحيرات عادية لأنها كان كلها مية. منها بحيرة المنزلة وبحيرة البرولوس وبحيرة مريوط لسه، ومش هت يعني مش هيجي لها طمية تاني. فبتوع الجنوب دول أكبر دليل على كده إن العاصمة الكبرى القديمة لمصر كانت في طيبة. طيبة دي الأقصر. شوفوا كانت العاصمة فين؟ في آخر الجنوب. وكان الفراعنة يقيمون في طيبة لغاية لما عملوا العاصمة في منف ما بين الوكل البحر والوكل البحر. وبعدين بقت فيه يعني نوع من المنافسة بين وكب إبل ووكب بحري. السبب هو الآتي: غالبية الهجرات والفتوحات الأجنبية جات من الشمال، إما من ناحية الشام وفلسطين، وإما من ناحية ليبيا، وإما من ناحية البحر الأبيض المتوسط أيا كانت. فدخل ناس من الغربيين أو من الغرباء وكان لهم تأثير على سكان الوكه البحري. بتوع الوكه الإبلي كانوا بعاد عن هذه الغزوات في غالبية الأوقات، فكانوا محافظين أكثر. فدول كانوا محافظين والتانيين كانوا متصلين بالحضارات الأجنبية. فدول يقولوا لدول انتم مقفلين ما تفتحتوش على الناس اللي في وكب اللي جايه من التاني،
والتانيين يقول لهم انتم مدلعين غربيين مش منتمين انتماء تمام. لكن دلوقتي بصراحة وسط الخلطة الكبيرة الواحد يتخرج من جامعة القاهرة يتعين في سوهاج، وواحد يتخرج من أسيوط يتعين في الدلتا. الناس اتخلطوا ببعض من ناحية الوظيفة ومن ناحية الزواج ومن ناحية التجارة وأعمال البيزنس المختلفة، فما بقاش في واحد صعيدي قح قح دي عربية مش صعيدي، يعني صعيدية خالصة أو بحروية خالصة، كلهم الدم اختلط بتاعته. عشان كده الصعيدة كانوا يقولوا التجاوي اتلخبطت اتخلبطت، التجاوي ايه؟ اتخلبطت. واحد بيقول هل من علامات المجيء الثاني للسيد المسيح ونهاية العالم ان اليهود هيمارسوا عبادتهم في الهيكل؟ في رومية 11 يتكلم عن ايمان اليهود انهم هيؤمنوا، في رومية 11 بيقول يبدو أن رحلة قداستكم الرعوية لأمريكا قد تحددت مبكرا لتكون باكر الخميس بدلا من 15/9. أنا ما قلتش أن رحلتي هتبدأ 15/9، أنا كنت بتكلم على زيارة نيافة الأنبا كاراس في أمريكا، وبرضو ما زال في الجدول الجديد بتاع هذه الرحلة ان انا هزور لوس انجلوس وازور انبا كاراس يوم 15/9، ما كانش على بداية الرحلة. واحد بيقول قرأ في بعض كتب التاريخ ان القديس اغسطينوس الذي عاش بالقرن الرابع هو عاش في أواخر الرابع وأوائل الخامس، يعني في القرنين دول بسيط، بس الأربع كان له دراسات تاريخية تتصل بالدين ويتبع المذهب الكاثوليكي. كلمة كاثوليك في الكتب القديمة يعني إيمانه سليم، يعني تابع الكنيسة الجامعة قبل ما تعرف المذاهب الحالية، لأن القديس أغسطينوس تنيح قبل الاختلاف المذهبي بين الكنائس. واحد بيقول حضرت اكليل والعروسة اتأخرت، فيعني مشوا الاكليل بسرعة. العروسة بتتأخر كنوع من الكرامة ليها، يعني مش هي تيجي في الاول وتنتظر سعيد الحظ لغاية لما يخش، لا، هو يجي وينتظر ككرامة ليها، فبس الظهر انها تقلت ازيد من اللازم ف
فتأخرت أذن. نصيحتي للعرائس انهم صحيح يجوا بعد العريس بس ما يتأخروش خالص، ممكن العربية تلف ان لقيته لسه ما جاش تاخد لها لفة تاني، ان لقيته لسه ما جاش لغاية لما تعرف انه جه تبقى تخش عشان يكون هو في استقباله، بس ما تتأخرش قوي. نكتفي كده علشان ما عنديش وقت. الله الواحد امين. كنت كلمتكم قبل كده عن مثل الفريسي والعشار، وبناء على اقتراح احد الاباء الاساقفه ساكلمكم اليوم عن مثل الحنطه والزوان. الحنطه ايه والزوال دي موجودة في إنجيل متى إصحاح 13 من آية 24. الكتاب بيقول: قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقل، زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له الزوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه، نجمع الزوان يعني؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعوه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان وحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن. في الحقيقة في أمثلة كتيرة جدا ربنا قالها عن الزرع، عن الزرع. يعني قال مثلا: خرج الزارع ليزرع، وفي هذا المثل أرانا نوع التربة اللي بيزرع فيها، هل زرع على الحجر بين الشوك حتة ملهاش عمق أرض جيدة؟ دي في متى 13. وفي مرقس 4 اتكلم عن نمو الزرع، كيف انه يبقى عشب بعدين نبات بعدين سنبل بعدين قمح مملوء في السنبل. وفي هذا المثل يتكلم عن الزرع والضيقات اللي ممكن تحل بيه من الزوان. ربنا اول زارع على الارض وزرع حاجة كويسة، يعني زرع جنة فيها من كل نوع ثمر، ووضع آدم في هذه الجنة ولا يزال يزرع. الله بيزرع زرع جيد في حقله، وحقله البعض قال عليها انه يرمز للعالم كله، والبعض قال يرمز للكنيسة. ربنا زرع في الكنيسة زرع جيد، اللي هو الآباء الرسل والتلاميذ القديسين والكنيسة الأولى اللي كانت مملوءة من الروح القدس والإيمان ومن القوة، بحيث انها نشرت الإيمان في كل مكان
فهو زرع جيد. وبعدين دخل الزوان وسط الزرع الجيد. الزرع الجيد هو الأصل، لأن ربنا لا يصنع إلا خيرا، ولم يزرع في الكنيسة إلا كل الخير. أمال متى بدأ الزوان في الأرض؟ بدأ الزوان من أول خطية آدم وحواء. جه الشيطان وزرع في عقلهم فكرة رديئة، أنتوا لن تموت بل الله عالم أنكم يوم تأكلان تصيران مثل الله. زرع زرعا رديئا فيهم، وللأسف قبلوا هذا الزرع الرديء. وبعدين بصينا لقينا الزوان دخل في قايين حيث قتل أخاه هابيل، وبعدين الشر انتشر في الأرض لدرجة أن ربنا غرق العالم بالطوفان. لكن أنا عايز أقول أن الزوان إن كان قد بدأ على الأرض في الجنة، فقد بدأ قبل ذلك في السماء. بدأ في السماء حينما سقط الشيطان وقال أصعد إلى أعالي السحاب أصير مثل العلي، أضع كرسي فوق كواكب الله. فدخل الزوان في قلب الشيطان بالكبرياء، ثم الشيطان أسقط معه من كواكب الله من أنواع كثيرة. يعني في الكتاب المقدس نجد أنه أسقط بعض الرؤساء والقوات، وأسقط من الكاروبيم. نفس الشيطان كان من طائفة الكاروبيم، كما ورد في حزقيال 28 قيل عنه أيها الكاروب المنبسط المظلل، فكان كاروبا. في طائفتين لم يقل الكتاب إن سقط منهم أحد من الملائكة. طائفة السارافيم اللي وردت في أشعية 6 لأنهم يرمزوا إلى التسبيح، الناس اللي بيسبحوا بيقولوا قدوس قدوس قدوس. وطائفة الكراسي أو العروش لأنها تمثل الحلول الإلهي. ما علينا كده، المهم إن الشيطان زرع الزوان في السماء فأسقط ملائكة فسقطوا معه من السماء إلى الأرض. ده الزوان، تاريخ الزوان بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض. وفضل الزوان موجود مع الحنطة، الاثنين موجودين معه. فما هو الزوان وما هي الحنطة؟ الزوان عشب زيه زي القمح بالظبط، زيه زي الحنطة. لما بينمو ما يقدرش الواحد يفرق بينه وبين القمح، شكل بعض، لكنه عشب ضار. لذلك ربنا قال لهم ما تجمعوش الزوان لألا تنزعوا معها الحنطة أيضا، لأن الاثنين متشابهين. دي المشكلة جوه الكنيسة. جوه الكنيسة لما يكون الزوان جوه الكنيسة مش قادر تفرقه عن الحنطة، الاثنين باينين زي بعض. الاثنين باينين زي بعض ازاي؟ باينين زي بعض، يهوذا باين تلميذ من الاثني عشر زيه زي بطرس ويعقوب ويوحنا، بل واخد مسؤوليات وكان الصندوق عنده وكان هو امين صندوق الاثني عشر. نيقولاوس واحد من الشمامسة السبعة، ما كانش حد يفرقه عن بقية الشمامسة الباقيين، لكن فيما بعد
ظهر أنه مبتدع وهرطوقي، والسيد المسيح تكلم عن بدعة النيقولاويين في سفر الرؤيا. مش باين، مش قادر تميزه. فالزوان باين شكل الحنطة. امتى يميز؟ وقت النضوج. وقت النضوج نلاقي الحنطة لها سنابل ومليانة قمح، ونجد الزوان فارغ، فيبان وقت النضوج. عشان كده قال لهم اتركوهما إلى يوم الحصاد. طبعا الحصاد على الأرض شيء، والحصاد اللي هو اليوم الأخير في نهاية العالم ده شيء آخر. الزوان اللي جوه الكنيسة هو اللي قال عنه بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 11: رسل كذبة وأنبياء كذبة وأخوة كذبة. هو اضطهد من اليهود ومن الأمم ومن أخوة كذبة. الأخوة الكذبة دول هم اللي جوه الكنيسة باينين كأنهم أخوة، وهم بيضيعوا الكنيسة من جوه. أخوة كذبة. والمسيح لما جه يتكلم قال لنا نحترس من الأنبياء الكذبة ومن المسحاء الكذبة. وبعدين بولس الرسول قال عبارة عجيبة عن مشابهة الزوان بالحنطة في كورنثوس الثانية قال ايه؟ إصحاح 11 قال هؤلاء هم رسل كذبة فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. يغيرون شكلهم شبه رسل المسيح. ولا عجب، فإن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. الشيطان بيغير شكله إلى شبه ملاك نور. عشان كده ما بنستطيعش نميز بين الحنطة والزوان في الأول. فليس عظيما إن كان خدامه خدام الشيطان أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر. الشيطان بيغير نفسه إلى هيئة ملاك من نور. وفي كتاب بستان الرهبان في قصص كثيرة من هذا النوع. مرة راهب ظهر له ملاك، ظهر له شيطان في هيئة ملاك، وقال له أنا جبرائيل الملاك أرسلني الله إليك. فأجابه الملاك في اتضاع: لعلك أرسلت إلى غيري وأخطأت الطريق، أما أنا فرجل خاطي لا أستحق أن يظهر لي ملاك. فانقشع كالدخان، لأن تواضع هذا الراهب كشفه وأفزاه. الشيطان ممكن يظهر بهيئة ملاك من نور، وخدامه يعني أعوان الشيطان اللي هم الشياطين الصغيرين، سواء كانوا قدام في الخدمة أو بياخدوا دورة تدريبية في أعمال الشياطين، دول يظهروا بهيئة ملاك من نور كقديسين. وجوه الكنيسة الأخوة الكذبة تلاقيهم ناس باينين عليهم القداسة والبر والخدمة والنشاط، وهم يكونوا ناس متعبين. في الواقع وجود الزوان داخل الكنيسة أمر صعب، أصعب من الأعداء اللي بره، لأنهم مش محترسين منهم وهم بينحروا جوه الكنيسة. في الحقيقة يعني الناس دول يبانوا من خارج لهم الصورة الكنسية، ومن الداخل هدامين زي الكتبة والفريسيين.
كانوا برضو من الأخوة الكذبة جوه كنيسة العهد القديم أو أواخر العهد القديم، من بره مدققين في حفظ الشريعة، يصلوا كتير لعلة أن يطيلون صلواتهم، زي ما قال المسيح على كرسي موسى جلس الكاتب والفريسيون، واحد فريسي منهم قال له أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزنا. باين إنه له شكل كويس من بره، لكن من جوه زي ما قال لهم المسيح تنقون خارج الكأس والصحف، وفي الداخل كله نجاسة. بينقوا خارج الكأس والصحف عشان ما يبانوش إنهم زوان، يفتكروهم إنهم من بتوع ربنا. أما الحنطة فهي الزرع الإلهي. الحنطة دي اللي هي القمح لها علاقة بالحياة، بنعمل منها العيش، والعيش اشتقوا منهم العيشة الحياة، فلان يعيش مش يعيش لأنه بيأكل عيش، مشتقة منها الحياة. عشان كده المسيح قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، هو بيحيى بيه بس مش وحده. المسيح أيضا تشبه بحبة الحنطة، وكتاب قال إن لم تق هو قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت لا يمكن أن تعطي ثمر. وفي اللاويين إصحاح 2، سفر اللاويين إصحاح 2، تجسد المسيح رمزت إليه تقدمة الدقيق. هو صحيح حبة حنطة لكنه في تقدمة الدقيق مسحوق لأجل معاصينا. وحبة الحنطة تلاقوها بيضة من جوه، رمز إلى النقاوة الداخلية، لما بتبقى دي بتبقى بيضة خالص. وأيضا بتنمو في الشتاء، يعني تتزرع في الشتاء وتحتمل برد الشتاء ومطر الشتاء، وتظهر على أوائل الربيع. عشان كده وبعدين لما تنضج يتغير شكلها، زي ما قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. تبص تلاقيها بعد ما كانت نبات أخضر ابيضت بقت بيضة، اصفرت زي الذهب وبعدين ابيضت. عشان كده المسيح قال الحقول ابيضت للحصاد، ظهر النقاوة الجوانية اللي جواها لما نضجت، وهي أيضا تنمو بالتدريج. والسنابل لما تمتلئ قمحا تنحني كنوع من التواضع، وتسحق وتطحن، رمز للآلام التي يتحملها المؤمن لكي يكون سبب غذاء للآخرين. عشان انت تطعم الآخرين وتغذيهم، حبة الحنطة بتطحن، بتنسحق، بتتنخل، بتتغرب لغاية لما توصل إليك. وقبل كده ربنا يأخذها إلى مخازنه إليه. المهم إن في حكاية الزوان دي كثرت الشكوى من الزوان. الخدام بتوع صاحب الحقل، صاحب الحقل اللي هو المسيح والحقل هو الكنيسة، جم قالوا له يا رب انت مش زرعت زرع جيد، جه منين الزوان؟ قال لهم عدو زرعه. قالوا له طب نخلعه من الأرض؟ قال لهم لا، دعوه ما ينميان إلى يوم الحساب. هنا أتكلم شوية
على هذا العدو اللي خلعه. بيقول ايه الكتاب؟ بيقول وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة. فيما الناس نيام في الخفة في الضلمة بعيد عن رؤية الناس والناس مش حاسين جه زرع الزوان. المسيح لما زرع الحنطة زرعها على نية قصاد كل الناس كأي عمل إله، لكن دايما أعمال الشر تتعمل في الظلام في الخفية من غير ما حد يشوف. لذلك قيل عن الأشرار إنهم أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. الظلمة عشان تخفي العمل محدش يحس بيه. الشيطان زرع الزوان ومشي ولا حد شاف ولا حد دير، لكن شافه ربنا فقال إنسان عدو جه زرع الزوان. أكتر حاجة تتعب الشيطان النور، لأن النور يكشف أعماله أنها شريرة. يعني زرع والناس نيام، يعني الناس في غفلة، في غفلة، في حالة فتور، مش في نشاط روحي. جه وزرع الزوال وسطيه دون أن يشعر. هنا بقى أقول لكم حاجة مهمة. إيه المهم هنا؟ إن الزوان في أول ما يتزرع شكله شكل الحنطة، فما ياخدوش بالهم. هنا تحترسون من الخطية التي تبدو في شكل فضيلة. الخطية التي تبدو في شكل فضيلة من الزوان اللي له شكل الحنطة. كتير قوي من الخطايا تبان كفضائل، زي الأب اللي يقسو على أولاده ويظن إن ده حزم وحسن التربية، وأدب ابنك بقضيب من حديد ويجيب لها آيات. ده زوان وسط الحنطة مش باين، مش باين. يهوذا وسط التلاميذ ما كانش باين، ونيقولاوس وسط الشمامسة السبعة ما كانش باين. وفي المسيح قال على أشخاص إيه؟ يلبسون ثياب الحملان وهم ذئاب خاطفة. يعني يلبس ثوب الحنطة وهو زوان، وزوان من نوع الخطر. هل هم نيام نوم الضمير أو نوم الفكر؟ مش واخد باله، في جهل، مش عارف الصح من الغلط. فيما هم نيام، هقول لكم زي ايه. انا مرة حصلت الحكاية دي معايا، بصيت لقيت منطقة من المناطق العشوائية البعيدة بنينا فيها كنيسة جديدة، وقبلك واحنا بننظم في الكنيسة بصيت لقيت حد دخل وبقى أمين مدارس أحد وكون له فرقة وبقى مسؤول عن التعليم. إيه اللي دخل الجدع ده هنا؟ وفيما الناس نيام دخل وزرع. ولذلك كتير إحنا نخاف من المناطق العشوائية والمتطرفة، نبص نلاقي حد راح داخل جواه وابتدى يكون جمعية، ابتدى يكون اجتماع، ابتدى يكون عظات. ايه الحكاية؟ فيما الناس نيام. انا خايف لن نكون لسه نيام من جهة المناطق العشوائية والمدن الجديدة والحكايات المتطرفة، وحد يخش ويعشش جواه ويزرع فيها زوان. لازم الكنيسة تلتفت كده.
غلطتنا طبعا بننتظر لما تتبني كنيسه ونبعت ناس. لا، ده ممكن نبعت قسيس للاماكن المتطرفه من غير كنيسه يخش ويشتغل، لأقل حد يجي ويزرع فيها زوان والناس نيام والكنيسه مش واخده بالها. او نيام يعني مش واخدين بالهم، عدم اهتمام. كل ده لما نسمع ان العدو جاء والناس نيام وزرع الزوان، هذا درس لنا في السهر الروحي، درس لنا في السهر الروحي. ازاي نكون سهرانين؟ ازاي نكون ايه؟ سهرانين. دي تفكرني بحاجة جت في قصة ميلاد المسيح. ميلاد ايه؟ المسيح. يقول لك ايه؟ في لوقا اصحاح 2: وكان في تلك الكورة رعاه متبدين، يعني من البدو، يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. كلمة جميلة جدا، يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، لأن جايز في الليل والناس نيام يخش ذئب يخطف الغنيمات القليلات. ولهذا أيضا يحرسون حراسات الليل، كلمة جميلة. ويشبهها في الجمال أيضا ما قيل في نشيد الأناشيد إصحاح 3: هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل، كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيف على فخذه من هول الليل. سيف على فخذه من هول الليل، لألا في الليل والناس نيام يخشوا جوه يعملوا حاجة. عشان كده نحمية وهو بيبني سور أورشليم كان بيعمل حراسات الليل، حراسات الليل علشان ما يحصلش حاجة والناس نيام. في شاعر بيقول ايه؟ ومن رعى غنما في أرض مأسدة، يعني أرض بتاعة أسد، ومن رعى غنما في أرض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الأسد. الأسد يرعاها ازاي؟ يرعاها داخله، يخط جوه. لذلك خلي بالكم من حكاية أتى عدو والناس نيام وزرع زوانا في الحرب. بيقول زرع زوانا ومضى. يعني ايه زرع ومضى؟ ارتكب الجريمة ومشى عشان ما يكونش ظاهر، ما يكونش باين، ما يفتكروش ان الشيطان هو اللي عمل كده. دي تذكرني بقول القديس أثناسيوس الرسول وهو ضد الأريوسيين، قال إن عدونا ليس هو أريوس إنما هو الشيطان. الشيطان هو اللي زرع زوان في عقل أريوس وفي عقول الأريوسيين. عدو أتى ليلا والناس نيام وزرع ومضى. عارفين مضى ليه؟ مضى لأن له عملا آخر في مكان آخر. الشيطان ده دائم الشغل، دائب العمل ودائم العمل، لا يسكت ولا ينام. زرع في الكنيسة دي وجر على كنيسة تانية يحط فيها شوية زوان، ورع على كنيسة تالتة رابعة يحط زوان. الراجل بيشتغل بيشتغل. تبص تلاقي مشكلة قامت في حقل الخدمة دي، ومشكلة قامت في حقل الخدمة التانية، ايه؟ شيطان نشيط نشيط، لا يهدأ ولا ينام.
واثق من عمله، عارف ان البذرة هيرميها هتطلع عشب ونبات وتشبه الحنطة ومحدش واخد باله، وتفضل لغايه لما تقبل لغايه وقت النضوج. واثق من حيوية البذرة التي يلقيها، حيوية البذرة الفيتاليتي بتاعتها، تلاقي دايما الشر عنده حيوية، نشيط يشتغل، ميكروب يخش داخل الجسم اخذ نشاط، اخذ نشاط، ويقعد يكسر في الكرات الدموية وينتصر على مناعة الإنسان، وهيصة، وتبص تلاقي حتة الميكروب اللي ما يبانش بالعين المدرجة ابتدى يسخن الإنسان وابتدى يأثر عليه، ايه جرى له ايه؟ حيوية الشر في عمله وفي نشاطه. دخل في يهوذا، احنا بنقول يهوذا عمل وسوي، لكن تقرا في الانجيل يقول لك ايه؟ المسيح قال لهم اللي بيغمس اللقمه معايا هو اللي هيسلمني، بيقول فلما اخذ اللقمه من الفصح مش من العشاء الرباني، فلما اخذ اللقمه دخله الشيطان، فخد بعضه خارج، والشيطان دخل مع رؤساء الكهنه. ده أنا مكسوف إني أقول، مكسوف بصحيح، مكسوف إني أقول إن الشيطان دخل مرة مع بطرس الرسول في متى 16، واسمه رسول عظيم. بيقول الكتاب من ذلك الوقت ابتدع يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس وابتدأ ينتهر، ينتهر المسيح للدرجة دي يا بطرس؟ معلش، قائلا حاشاك يا رب انك تفعل هذا، حاشاك يكون لك هذا، تخلي الناس دول يصلبوك ويقتلوك، لا 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 لا. فالمسيح قال له ايه؟ فالتفت المسيح وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، اذهب عني ايه يا شيطان، انت معخرة لي. ده شوية زوان القاها الشيطان في فم بطرس، في عقل بطرس في ذلك الحين. الشيطان ده ما يتكسفش، يشتغل حتى مع اعظم القديسين. ومضى ومضى دون أن يكتشفه أحد. طيب هو قاعد يشتغل، الناس قلت لكم دايما بيشكوا من الزوال. جم الخدام دول غالبا هم رجال الإكليروس وقالوا للرب أنت مش زرعت زرع جيد، جه منين الزوال؟ قال له عدو. قالوا له طيب نروح نجمعه، يجمع الزوان يشيله يعني. قال لهم لا، احسن تنزعوا الحنطة معه. حكاية الشكوى من الزوان موجودة من زمان، من زمان. أرميا النبي في إصحاح 12 يقول له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. ليه طريق الأشرار بتنجح واطمأن كل الغادرين غدرا؟ ليه الزوان بينمو لغاية لما يبقى جنب الحنطة وزيها؟ بيقول له ايه؟ غرستهم فأصلوا نموا وأثمروا ثمرا، أنت قريب في فهم في فمهم وبعيد عن كلاهم. دول اللي جوه الكنيسة
نموا وتأصلوا. الله قريب من فمهم قاعدين يقولوا يا رب يا رب، وبعيد من كلاهم، بعيد عن الكلية بتاعته، بعيد عن أحشائه، بعيد عن باطنه من الداخل. اللي زي ما بيقول ربنا يكرمونني هذا الشعب يكرمني بشفتيه وقلبه مبتعد عني بعيد، ده زوان، ده زوان. بشفتيه بيقول يا رب وقلبه مبتعد عني بعيدا. وداود النبي قال له يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، الأعداء دول. لكن على الرغم من كده الخدام عندهم غيرة، قالوا له نخلع الزوان من الأرض، قال لهم لا 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 لا، لألا الغيرة بتاعتكم دي تضيع الدنيا دي كلها. غيرة ليست حسب المعرفة، ليست فيها حكمة. كثيرون أرادوا خلع الزوان أو ما يظنونه زوانا فخلعوا الحنطة معه. مش ضروري يكونوا بيخلعوا زوان، ما يظنونه زوانا فخلعوا الحنطة. بعضهم بعضهم فيما يخلع الزوان خلع الحنطة، وبعضهم فيما يخلع الزوان صار هو نفسه زوانا. ازاي؟ عايز يخلع الزوان، يقول الفساد الموجود يدين ويشهر ويشتم ويغضب ويزعق. الله، طب ما دي صفات الزوان، دي صفات الزواج اللي فيها غضب وشتيمة والتشهير وزعل إلى آخر. وعن هؤلاء قال معلمنا يعقوب الرسول في رسالته في الإصحاح الثالث، قال إيه؟ من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. أهو دول اللي بيقولوا عايزين نخلع الزوان، مالوا الدنيا تشويش وكل أمر رديء وتحزب وغيرة. وبعدين الرسول يقول لهم أما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأثمار صالحة. دول اللي عايزين يشيلوا الزوان في الأرض، فهم نفسهم صاروا زوان. تصوروا مثلا، هضرب لكم مثلا، افرضوا ناس لقوا شاول الطرسوسي قاعد يجر الرجال والنساء ويرميهم في السجن، يقول يا رب نشيل شاول الطرسوسي نتخلص منه. يقول لهم يا جماعة استنى، ليكم غيرة ليست حسب المعرفة، سيبهولي أنا. طب يا رب تصبر على الشغل ده، ما جايز بالصبر أغيره. وفعلا تغير شاول وصار بولس الرسول، كانوا فاكرينه زوان فطلع هو حنت. بس يعني التشابه بيخلي التمييز مش باين، مش قادرين يميزوا مين دول ودول.
في اتنين تلامذة من القديسين، القديسين الكبار قوي، برضو عملوا نفس العملية، عايزين يشيلوا الزوان من الأرض. يعقوب ويوحنا، يعقوب وإيه؟ ويوحنا. المسيح وهو رايح نحو أورشليم، لأنه وجهه منطلق نحو أورشليم، مدينة من السامرة رفضت أن تفتح أبوابها له. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال: يا رب، أتريد أن تقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضا؟ عايزين نخلعوا الزوام بسرعة، تنزل نار من السماء وتحرق. المسيح قال لهم إيه؟ التفت وانتهرهم وقال لهما: لستما تعلمان من أي روح أنتما. ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص، في لوقا إصحاح 9. دعوهما ينميان إلى يوم الحصاد. ربنا طويل الأناة، يفضل مطول أناته إلى يوم الحصاد لغاية نهاية العالم. طول أناته على السامرة، آمنت السامرة، آمنت على يديه، وأيضا بعد القيامة آمنت كما ورد في سفر الأعمال إصحاح 8. أنت إيه اللي عرفك إنه زواج؟ الله هو فاحص القلوب والكلام. طبعا في ناس من ثمارهم تعرفون، من ثمارهم إيه؟ تعرفون. دعوهما ينميان إلى يوم الحصاد. هنا ويقابلنا السؤال الصعب: لماذا يسمح الرب بوجود الشر والأشرار؟ لماذا يسمح الرب بوجود الشر والأشرار؟ لماذا يسمح بوجود الزوان في الأرض؟ لسببين. أولا، مبدأ حرية الإرادة اللي ربنا منحه للبشر. ثانيا، مبدأ تكافؤ الفرص. ده ربنا سمح للشيطان انه يجرب ايوب، وان يخرب بيته ويهد البيت وياخد البقر والغنم وكل، ويموت العيال. ليه يا رب؟ بترك الزوان اظهر فضيلة الابرار، بترك الزوان أعطى الأبرار فرصة للاحتمال وفرصة للصبر وفرصة للإيمان وفرصة لانتظار الرب وفرصة لإظهار فضائلهم. بل أيضا بدأ الأبرار يعرفون نتائج الخطية الموجودة عند الأشرار، ودي كانت ناحية كويسة. ربنا خلص هذا. كلمة لطيفة قالها ربنا يسوع المسيح في العزة على الجبل: ألا تقاوم الشر. الاضطهادات اللي تحملها أبناء الكنيسة من الزوان ومن الشر كانت سبب أكاليل لهم. المهم إن الزوان سيبقى في الأرض إلى يوم الحصاد وينمو. الزوان بينمو والحنطة بتنمو إلى يوم الحصاد. الخير بيزيد والشر بيزيد. تلاقي في العالم الخير بيزيد، الافتقاد بيزيد، الصلاة بيزيد، القداسات بتزيد، تعليم الأطفال بيزيد، مدارس الأحد وخدمة الشباب بتزيد، مؤتمرات الخدمة بتزيد، وفي نفس الوقت الشر بيزيد. الانحلال الخلقي، الانحلال الفكري، الطوائف الجديدة زي شهود يهوى وزي السبتيين وزي المرمون وزي غيره،
الهوموسيكسواليتي حاجات صعبة، ده بيزيد وده بيزيد. ده الزوان دخل في العلم أيضا، وجدنا الهندسة الوراثية والاستنساخ. ايه الزوان بيزيد، وفي نفس الوقت وجدنا الهيئات العلمية اللي بتكتشف علاجات للأمراض وبتستخدم للخير، جمعيات الإسعاف اللي بتمر بتساعد الناس، الصليب الأحمر بخدمته، الهلال الأحمر بخدمته، الدول اللي بتتبرع للبلاد اللي فيها جوع وفيها تعب. كل ده ازاي؟ الخير بيزيد والشر بيزيد. إلى امتى؟ إلى يوم الحصاد، لغاية نهاية العالم هتلاقوا الخير بيزيد والشر بيزيد. دعوهما ينميان معا كلاهما إلى يوم الحصاد. ده ربنا صابر حتى على الشيطان للدرجة دي يا رب. مش بس صابر على الأشرار، ده صابر على الشيطان. لحد امتى يا رب تصبر على الشيطان؟ لحد زي ما بيقول سفر الرؤيا، أبصرت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته بيحاربوا التنين وملائكته، لم يوجد لهم وضع في السماء. طب وإيه تاني؟ لحد الرؤيا إصحاح 20 آية 10 يقول: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت. مع الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون إلى أبد الآبدين آمين. كده يبقى انتهى الزوال. السماء ما فيهاش زوال، السماء ايه؟ ما فيهاش زوال. نشكر ربنا. بيقول انه هيرسل ملائكته اللي هم الحصادين فيجمعون الزوان ويحزمونه حزما ويطرحوه في النار. يعني يحزموه حزم؟ الملائكة دول اصلهم برضو منظمين في عملهم. يقول لك الحزمة دي حزمة الملحدين هتترمي في النار، والحزمة دي حزمة الفاسدين هتتلقى في النار، والحزمة دي حزمة مضطهدي الكنيسة هيترموا في النار، والحزمة دي حزمة الهراطقة والمبتدعين. حزم 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 كده، ياخدوهم حزم ويلقوهم في النار. أنا معجب بالملائكة دول وبنظامهم في الحزم اللي بيعملوها في اليوم الأخير. يوم الحصاد ده يوم مش جاي هبا هزرد كده يعني بطريق الصدف، ده يوم زي ما قال ان المسيح ولد في ملء الزمان، برضو الحصاد هيجي في ملء الزمان لما كل النبوءات تتم الخاصة بالأيام الأخيرة، لما كل الإشارات تتم الخاصة بالأيام الأخيرة، لما كل العلامات اللي جت في سفر الرؤيا واللي جت في حزقيال واللي جت في دانيال واللي جت في كله تتم في يوم الحصاد. زي ما شرح المسيح في متى 24 وفي مرقس 13، وزي ما شرح في تسالونيك الثانية إصحاح 2 نهايته لما تكمل النبوات، يبصوا يلاقوا علامة ابن الإنسان في السماء وجاي هو في ربوات قديسيه ويجلس على كرسي مجده ويفرز الأشرار والأبرار عن بعض، ويقول للملائكة تحزموهم حزم وتلقوهم في النار. نقول له مبارك أنت يا رب اللي خلصتنا من الزوان الآن وكل أوان. تفضل.